وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، صلاة تقضى بها جميع الحوائج ويزال بها كل هم وغم. ألف مليون مبروك للأهلي، هذا التفوق الكبير قوي على مستوى الأداء، على مستوى النتيجة، على مستوى الروح، على مستوى التركيز، على مستوى حاجات كتير قوي حصلت في الملعب وقبل اللقاء قبل كده. يمكن كنت بتكلم مع حضراتكم على مدار الأسبوع اللي فات كله وإحنا بنحضر مع بعضينا لمباراة الترجي، وإحنا بنتابع الأخبار، وإحنا بنستعرض الأمور، قلت لحضراتكم إن المعركة الحقيقية أو المباراة الحقيقية هي برا الملعب مش جوه الملعب. قلت لكم إن في مباراة بتتلعب ما بين الأهلي والترجي برا الملعب على مستوى التنظيم اللي حوالين اللقاء. قلت لكم إن المعركة القادمة هي معركة حضور الجمهور من عدمه، وقلت إن الأهلي بيراقب بشكل كبير قوي تحركات نادي الترجي في عدد الجماهير اللي هيحضر، مخاطباتهم للأمن عندهم، للصحة عندهم، للاتحاد الأفريقي، عايزين ملعب رادس يتملي، عاوزين يستفيدوا بالأمور ديت كلها. وقلت لكم ان الاهلي جه واتكلم وقال المعاملة هتبقى بالمثل، وحذر وقال وخد خطوات استباقية في انه يخاطب الجهات المعنية هنا في مصر فيما يخص حضور الجماهير، لغاية يمكن امبارح واول امبارح تأكد حضور 5000 واحد من جمهور النادي الاهلي في لقاء العودة. نحطها على جنب دي دلوقتي لان ديت هيبقى لينا فيها كلام تاني كتير. انما هو الحقيقة ان الاهلي النهاردة ما هزمش الترجي فقط بنتيجة 1-0، لا ده هو هزم جو الارهاب اللي اتعمل قبل اللقاء، الانفلات الامني على مستوى الحضور الجماهيري وان صح التعبير قبل اللقاء، اعصاب اللعيبة، الضغط البريشر اللي حصل على اللعيبة قبل اللقاء، تأخير المباراة ساعة كاملة، ده يأثر بيولوجي ازاي هقولك، يأثر نفسي ازاي برضو هقولك. فالنادي الاهلي لما قدر ان هو يتغلب على دول، زائد النواحي الفنية اللي احنا هنتكلم فيها كتير قوي علشان تعرفوا هو الاهلي كسب ليه النهاردة وكسب ازاي النهاردة، سؤالين مهمين: ليه كسب الاهلي وازاي كسب الاهلي في ظل الاجواء دي؟ الاجواء دي الطبيعي المنطقي ان الاهلي يحصل توتر، يحصل فركشة، قاعدين ساعة في اوضه اللبس، ماتش هيتلعب مش هيتلعب، اجتماع امني، تليفونات شغالة، رئيس النادي قاعد في المقصورة، سيد عبد الحفيظ بيحضر، في بنود النادي الاهلي من المفترض ان هو كان يتمسك بيها، حقه قانون ان في الحالات اللي زي كده وفي شغب جماهيري وخوف على حياة اللعيبة كان حق النادي الاهلي ومحمود الخطيب انهم يطلبوا عدم لعب اللقاء وتأجيل اللقاء 24 ساعة ولعب المباراة بدون جمهور كمان، دي من حقوق النادي الاهلي اللي هو ما استخدمهاش النهاردة. مع الضغوط طبعا اللي اتوجدت من الكاف، ومع الضغوط طبعا اللي اتوجدت من جانب مجلس ادارة نادي الترجي، لعب النادي الاهلي اللقاء. الحقيقة ان اللعيبة ما طلعتش برا التركيز في خلال هذا الوقت، وهنا تحسب لموسيماني والجهاز المعاون سامي قمصان كمان كان له دور مهم جدا في بقاء اللعيبة
بعد بقى الاجواء بتاعت الجماهير ونزول الملعب والشماريخ والغاز المسيل للدموع والفيلم الهندي اللي حضراتكم شفتوه ده كله، اللعيبه اتسيطر عليها جوه اوضه اللبس وفضلوا محتفظين بالشحن المعنوي والنفسي اللي خدوه سواء في الفندق او في محاضرة قبل المباراة. ودي مهمة قوي، لان انا بعمل من ضمن الجزء بتاع المحاضرة بتاعي جزء كده بيبقى للايه، للاعداد النفسي، لو ان انا بشحن اللعيبة بحيث ان هم يبقوا بوصلهم لاعلى درجة من درجات التركيز، بوصلهم لاعلى درجة من درجات الالتزام، بوصلهم لاعلى درجة من درجات روح الجماعة، بوصلهم لاعلى درجة من درجات الروح القتالية، بوصلهم لاعلى درجة من درجات الاخلاص والتفاني في الكلام ده كله. بتبقى شحنة كده، انك بتدي له حقنة كده. نجاح الاهلي النهارده في اللقاء ده ان الشحنة دي تم الحفاظ عليها في الساعة. الفرق وده وإن دل على شيء فإنما يدل على إن مجموعة اللعيبة النهاردة كانوا أبطال. من هو البطل؟ من هو البطل؟ يعني لما تيجي كده تقول لابنك أنت بطل، لما كده تيجي توصف واحد إنه بطل، من هو البطل؟ البطل اللي بيقدر، أو شخصية البطل اللي بيقدر إنه يؤدي وينتج أحسن ما عنده في أعلى ليفل في أصعب الظروف. ده البطل، ده البطل، تمام؟ فشخصية البطل هنا النهاردة، عشان كده أنا كاتبها لك في العنوان، هو اللي فاز النهاردة شخصية النادي الأهلي، اللي فاز النهاردة شخصية النادي الأهلي اللي قهر وداس على كل. في الأجواء اللي زي دي ممكن يحصل فركشة، ممكن يحصل خلاص، ممكن يحصل نرفزة، ممكن لعيبة تخرج بره شعورها، ممكن الضغوط اللي حصلت دي تطلع اللعيبة بره تركيزها، كل ده ممكن جدا وارد جدا انه يحصل وبيحصل، وفي اكبر الفرق في العالم، في اكبر الفرق فين؟ في العالم، تمام؟ فكل تحية وتقدير إلى من استطاع أن يحافظ على مجموعة اللعيبة بتركيزهم بشخصيتهم قبل بدء الإيه؟ اللقاء. تمام. علشان أخلص من النقطة دي وما نرجع لهاش تاني، خلي بالكم إن وجود هذا الكم الكبير من الجمهور دوت إحنا كنا متوقعينه ومتنبئين بيه الفترة اللي فاتت، وقلنا إن السماح بال5000 ما هواش ضامن كافي ان اللي يخش 5000، وده اللي حصل النهارده، ان اتسمح ب5000، الاعداد اللي جت تخش لها في 50، فوضع طبيعي ان الامن ما قدرش يسيطر على الاعداد دي كلها، فدخل اكتر من كده بكتير، دخل اكتر من كده بكتير. النهارده برؤيتنا كده واحنا بنقدر نقيم اللي موجودين، مش لازم نعدهم بس بنعرف شوية دول يطلعوا كام، شوية دول اللي كانوا في الملعب دول يتجاوزوا 20,000، يتجاوزوا 20,000. اعرف على طول ان طالما 20 دخل فقدهم مرتين بره ما دخلوش، عشان نبقى ايه على بينه. طيب انت قلت لي ان اللي حصل النهارده دوت هيعمل مشكله في مباراه العوده. ايوه، هيعمل مشكله. ازاي النهارده تمت الموافقه امبارح واول امبارح على 5000 يحضروا في استاد السلام؟ وي طب وهل العدل ان بعد ما انا لعبت الترجي هناك، بعد ما لعبت الترجي هناك ب20,000 هاجي هنا ب5000؟ ما اعتقدش. طيب
وبقى تتلعب على استاد السلام، وايه الامن المصري هيبقى عليه عبء كبير جدا جدا جدا. انا من دلوقتي اهو بقول ان يبقى في التزام من جمهور النادي الاهلي بالاعداد اللي يقولها، لانه الامن يزود شويه. الامن طبعا مع وزاره الصحه مع وزاره الشباب والرياضه، هم دول الثلاثه المسؤولين عن حضور الجمهور في مباراه العوده، على ان يلتزم النادي الاهلي عشان يساعد من مهمه الايه الامن، ما يعملش زي الجماهير في تونس. والامن يزود شويه، ووزاره الشباب يزود شويه، الصحه والسكان يزود شويه، ما يبقوش 5000. ويبقى في التزام من جانب الجمهور ان اللي يخش مثلا 30 40 مش مشكله يعني. ماشي 20 30 يعني مش هتفرق يعني. اوكي ولا مش اوكي؟ فده مهم جدا. وانا واثق ومتاكد 100% من قدره جمهور النادي الاهلي على السيطره على الاعداد اللي هتروح، وواثق 1,000,000,000% على قدره الامن المصري على ان هو الاعداد تزيد شويه عن ال 5000، لان ما ينفعش الاهلي يلعب هناك في وسط 20,000 ويجي هنا يلعب ب 5000. تمام؟ فهيزودوا شويه، يزودوا لغايه فين دي بتاعتهم هم، وجمهور الاهلي هيلتزم. انا متاكد بنسبه 1,000,000%. متأكد بنسبة 1,000,000%. قال هيلتزم هيلتزم. قال لي كسبان. وحط رجل في النهائي، فاضل رجل التاني. فاضل رجل الايه؟ التاني. ده كلام محترم.